كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ اليوم شايفينكم فيديو جديد وتحدي جديد، واليوم حعملكم تحدي لبروستي، ولازم آخذ أربع قطع بروستي بدقيقتين، راح أحط هون التايمر، وراح أشوف إذا بقدر أخلصهم بدقيقتين ولا لا. قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبلش. You sing it, hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey mama, we're gonna be your right. Try those خلصنا غدا وهلا رح اروح على السوبر ماركت. اوكي احنا هلا رايحين على مطعم حبيبي ناكل حلو. فيلا كنافة ناعمة وماسة كنافة خشنة. اوكي انا هلا رح كمل
سألتوني إياها. أكثر أسئلة بتتكرر على قناتي أو إلي. أول إشي أنا كمامري أنا عمري 11. ثاني إشي أنا في السعادات. وأي أكثر أكلة بحبها؟ أنا بحب أكلات الشجبرة. وأي تلفون بصور؟ أنا بصور بآيفون 7. فبس أوكي جايز، إحنا هلأ هيك بنكون روحنا، وأنا هلأ بدي أروح أغير وأكل الأشياء اللي اشتريتها وأدرس بعدين أنام. فبس هذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله إذا تكونوا حبيتوا هيك نوعية من الفيديوهات. إذا حبيتوا اكتبوا لي تحت بالكومنت ووصلوا هذا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات، ولا تنسوا تضيفوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي السناب شات والإنستغرام والميوزيكلي، هاي تحت بصندوق الوصف أو بالديسكريبشن بوكس. لا تنسوا هاشتاج حمد توصيل ليان تي في لـ10,000 مشترك، واكتبوا لي تحت كمان مين احلى، اذا تصويري ولا تصوير اختي. طبعا انا هلا بصور لحالي وكل فيديو صورته لحالي، فاكتبوا لي تحت مين احلى، لاختي الفيديوهات اللي اختي بتصورهم ولا اللي انا بصورهم. فبس بحبكم كتير، باي.